السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله في قناتي وقناتكم مطبخ رشيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم طريقه ديال الباذنجان. طريقه ديال الباذنجان غادي نعمره وندخله للفران. بغيت اليوم ندير هذا الباذنجان، قلت ضروري نشاركه معكم. كيجي زوين وسهل وما كيطلبش الوقت بزاف. نبدا معكم على بركه الله. هنا البنات عندي ثلاثه ديال البنجالات، هنا عندي شويه ديال الملحه، هنا عندي شويه ديال الزيت، هنا عندي طبق اللي غادي ندخل الفران. نبدا معكم. هنا البنات غادي نقطع البنجال على هذه الطريقه هكا على جوج. راه كيجي زوين هاد النوع ديال الباذنجان في الفران، كيجي زوين. بهاد الطريقة هكا غادي ندير ليه هكا. غادي ندير نفس الطريقه اللي درت الاولى غنديرها الثانيه. غادي نديرو كله بهذه الطريقه ونرجع معكم. هنا البنات من بعد ما كملتو غادي ندهن الطاوة شويه الزيت، وغادي ندهن هاد الباذنجان كلشي بهاد الطريقه هكا. ندهنو بالزيت، غادي ندهنو كله ورجع معكم. هنا البنات من بعد ما دهنتو كله غادي نرشو بشويه ديال الملحه، غير شويه ديال الملحه هكا. دابا غادي ندخلو للفران حتى يطيب ونرجع معكم. هنا البنات الباذنجان راه طاب، دابا غادي نخليه يبرد واحد شويه وغادي هذا نخويه من الداخل. غندوز معكم دابا لاصوص. هنا البنات غندوز معكم نخوي هذا الباذنجان، غادي نخوي على الطريقه هكا غير بشويه باش ما سخون. غادي نخوي بهذه الطريقه هكا. غادي ندير ليه كله بهذه الطريقه هكا ونرجع معكم. غادي نخوي ونرجع معكم. هنا من بعد ما كملتو راه خويتو كله، دابا غندوز معكم اللاصوص باش غادي نعمرو هاد الباذنجان. هنا البنات غندوز معكم باش غادي ندير لاصوص ديال هاد الباذنجان. هنا عندي بصلة صغيرة قطعتها صغيرة، هنا عندي مطيشة الحك مطيشة حكيتها واحد مطيشة حكيتها، هنا عندي شوية القزبور، هنا عندي معلقة ديال مطيشة الحك أو معجون طماطم، هنا عندي الفلفلة حمراء حلوة قطعتها على هذا الشكل هكا، هنا عندي نص كاس صغير ديال زيت الزيتون.
هنا عندي العطريه، عندي الكمون، شويه الكمون، شويه ديال البزار، شويه سكنجبير، شويه الملحه، هنا عندي شويه ديال الثومه يابسه. نبدا معكم على بركه الله. هنا عندي الدنجال اللي غادي ندير في هاد لاصوص. هنا البنات المقله غادي ندير فيها اول الزيت، ندير الزيت من بعد ندير البصله، غادي نغطي مزيان هاد البصله مع هاد الزيت ونرجع معاكم. هنا البنات من بعد ما تقلات البصله ضروري تقلو البصله مزيان الا بغات حتى تطلع الريحه ديالها. هنا غادي ندير مطشه، نخليها مزيان ونرجع معاكم. هنا البنات من بعد ما تخلط مطيشة نزيد عليها مطيشة ديال الحب، قلنا معلقة كبيرة ديال مطيشة الحب، غادي نزيد عليها الدجاج. الدجاج اللي خوينا من لي طيب في الفران، غادي نعاود نضغط عليها هكا باش غادي نخليه يتقلى مزيان بهاد الطريقة ونرجع معاكم. هنا البنات من بعد ما تقلات زعلوك مع تقلى الدنجال مع المطيشة غادي نزيد عليه الفلفلة، نزيد عليه العطرية، إلا عندكم التومة العادية ديروها، إلا ما عندكمش هنا غادي ندير شوية ديال القزبور. غادي نخليه يتقلى مازال ونرجع معاه. ديما هاد النوع ديال لاصوص عادو عطوه الوقت ديالو باش يتقلى، ما تزربوش عليه يعني يكون طيب بالعقل ديالو. اي حاجه طابت على خاطرها راه كتجي زوينه وكتجي بنينه. هنا البنات صافي لاصوص ديالنا راه موجوده طابت، نبغى ندوز معكم للتعمار. هنا البنات غندوز معكم للتعمار ديال الدنجال، كنعمر بهذا الشكل هكا. راه كيجي زوين بهذه الطريقه، كتحطوه مع اي حاجه بهذه الطريقه. غادي نعمر كل شيء بهذه الطريقه ونرجع معاكم. غادي نعمر الدنجال بهذه الطريقه ونرجع معاكم. هنا البنات من بعد ما عمرتو غادي نرجعو للطاوه ديال الفران، غادي نصطفو على هذا الشكل هكا. غادي نطيبو غير من الفوق، غادي نشعل عليه الفران غير من الفوق. هنا غادي ندير شويه ديال مرزاليلا،
اي نوع ديال الفرماج، الا عندكم فرماج حمر طو راه كيجي فيه زوين، كيجي في مرزاليلا وفي فرماج حمر. غادي نعمره كله بهذه الطريقة. ونرجع معاكم هنا البنات من بعد ما درت الفرن هذا مرزاليلا، غادي ندير شويه ديال قزبر من الفوق غير شويه هكا صافي. دابا غادي ندخلو الفران غير يدوب هذا الفرماج وغادي نحيدو. هنا من بعد ما وجد لينا الدجاج، هنا شويه ديال الخس، درت شويه ديال الخس قطعته، غادي نحط معكم راه كيجي زوين هاد الطريقة، جربوها. هنا البنات من بعد ما وجد كيجي على هاد الشكل هكا، راه كيجي زوين وسهل وما كيطلبش الوقت بزاف. يلا نتمنى البنات تجربوا هاد الدنجال اللي درت معكم اليوم، انا متاكده الا جربته غينجح معكم وغيكون هو المفضل عندكم. يلا ما تنساوش البنات الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لي لايك، ديروا لي اشتراك، شاركوا الفيديو مع الحبايب ديالكم الاصدقاء ديالكم هكا باش نعطيكم المزيد والمزيد ان شاء الله، وراه ديما غيكون جديد ان شاء الله في هذه القناه. يلا بسلام عليكم.